الدرجة الأولى إنه حمية وإبر، الدرجة الثانية إنه والله تدخلات الجهاز الهضمي مثل البالون والخياط المعدة أو التكميم بدون جراحة أو الكرمشة. الخيار الثالث هو العمليات الجراحية اللي هي التكميم، التحوير، التحوير المصغر وعمليات أخرى إضافية وحنتكلم عليها، تحوير الاثني عشر، تحوير المعدة أو يسمونها الجزئيتين في المعدة، تحوير أو تكميم مع تحوير أمعاء مع بعض. هذه خيارات موجودة في الوقت الراهن ونقدمها للمرضى بحسب أوزانهم، أوزانهم عالية، أوزانهم بسيطة، عندهم أمراض مصاحبة سكر وضغط وما شابه ذلك. أهدافهم إيش أيضا؟ يعني ممكن يجيك واحد عنده 30 كيلو يقول دكتور أنا أصلا ما راح أسوي تكميم، أعطني خيار تحته. يعني يجيك واحد عنده 20 كيلو يقول لك والله يا دكتور أبغى أسوي تكميم، ما راح نعطيه إياه. فهمت كيف؟ فهنا هذه الخيارات اللي نقدمها للناس، وإن شاء الله تكون وضحت لكم خياراتهم.